توجيهات سعودية بالإطاحة برئيس وزراء هادي معين عبد الملك لهذا السبب، لنشاهد التفاصيل. كشفت مصادر خاصة عن وجود خلافات حادة بين رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك والجانب السعودي، ولا زالت هذه الخلافات غير معلنة، ولم تظهر حسب ما وصفها المصدر بأن هناك تغيرات في السياسة السعودية تجاه رئيس الوزراء، وأن هناك توجهات سعودية لإطاحة بمعين عبد الملك ودعم شخصية جديدة ومقبولة أيضا لدى أمريكا. وحسب التسريبات فإن أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الدكتور أحمد عوف بن مبارك وشخصية أخرى لم يفصح المصدر عن اسمها. وأوضح المصدر بأن رئيس وزراء الشرعية بدأ بتوجيه رسائل سياسية للجانب السعودي منذ أكثر من شهرين تفيد بأنه ما زال موجود بقوته ويستطيع أن يلعب الكثير من الأوراق تحسبا لصحة التوجه السعودي لتغييره. وقال المصدر إن رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك تواصل مع محمد المقدشي وزير الدفاع بحكومته ليكون عونا له في ذلك، كون مصيرهما مشترك ضد السعودية، مشيرا إلى أن محمد المقدشي أصبح غير مرغوب فيه لدى الرياض منذ أكثر من سنتين جراء سوء إدارته لمسرح العمليات في الحرب ضد الحوثيين وبسبب فشله وفساده الكبير. وأضاف المصدر بأن الدكتور معين عبد الملك قد كلف شخصية هامة بالعمل في عدن من وراء الكواليس لكي يستمر تردي الأوضاع في الجوانب الخدمية وأهمها قطاع الكهرباء لتبقى في وضع سيء جدا، رغم تقديم الحكومة السعودية من حال حكومة الشرعية بمبلغ 422 مليون دولار لتغطية محروقات مولدات الكهرباء في عدن ومحافظات أخرى، ورغم وصول الدعم من السعودية إلا أن الكهرباء لا زالت في حالة متردية في عدن، مما يضع السعودية في حالة حرج أمام التزاماتها لدى المجتمع الدولي، حيث أصبحت المنحة السعودية للكهرباء في اليمن بدون أي قيمة أو فائدة تذكر، حيث تعيش العاصمة المؤقتة عدن حالة غضب وسخط قد تؤدي إلى احتجاجات موسعة في عدن بسبب تردي الخدمات. قد تطال كل أطراف المشهد الشرعية والانتقالية ولن تسلم منها أيضا دول التحالف العربي الذي تقوده الرياض. كما أوضح المصدر بأن رئيس الوزراء قام بعمل زيارة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام فرع حضرموت في شهر رمضان المبارك الماضي، وهذه الزيارة كانت رسالة مباشرة وواضحة للرياض، حيث أشاد فيها بما يقدمه فرع البرنامج الوطني اليمني للألغام من دور هام في عمليات نزع الألغام متجاهلا دور المشروع السعودي لنزع الألغام وما يقوم به من جهود كبيرة في اليمن خلال 3 سنوات التي مضت، والتضحيات التي قدمها المشروع في سبيل إنقاذ اليمنيين من خطر الألغام والتي أسفرت عن فقدانه لحياة 6 من خبرائه الأجانب. كما يرى المصدر أن تجاهل معين عبد الملك المتعمد لمشروع مسهم السعودي وعدم تقديم له الشكر رغم نجاحه الكبير في نزع أكثر من 200,000 لغم من اليمن خلال 3 سنوات بأنها رسالة واضحة للجانب السعودي بأن مشروعكم الإنساني في اليمن لنزع الألغام الذي تفتخرون به أمام المجتمع الدولي خصوصا امام دول اعضاء مجلس الامن سيتم ازدال الستار عليه بكل هدوء وبالامكان تغييره بسهوله. وتوقع المصدر ان الخلافات بين معين عبد الملك والجهات المعنيه في السعوديه قد تظهر على سطح المشهد السياسي في الاسابيع القادمه للاعلان جراء تخوفاته من جديه سعي الرياض للاطاحه به بعد ان كان رجل السعوديه الاول في قياده حكومه الشرعيه اليمنيه.